رغم الأداء الإيجابي للشركات المدرجة في ثلاثة أرباع العام وتحقيقها أرباح بلغت 1,335,000,000 دينار بنمو 18%، ورغم تحول أكثر من 30 شركة من الخسارة إلى الربحية، ورغم تحسن المستويات السعرية للأسهم مدفوعة بالتسويات والأرباح وارتفاع حقوق المساهمين، فإن السوق بدا عصيا على التفاعل الإيجابي المحسوس، فغادر مؤشره حاجز 8,000 نقطة وتراجعت سيولته اليومية بأكثر من 50%. ما شفنا هذاك التفاعل، معنا في شركات صغيرة تفاعلت على شيء بسيط وقفزت قفزة حلوة يعني بنسب جيدة من 5 إلى 10% من فترة الثلاث أشهر اللي طافوا. النتائج كانت ممتازة، بس المجاميع والمحافظ اللي تشتغل لها حسابات أخرى، يصير التركيز الشراء الأيام إذا تلاحظ على الشركات اللي عندهم أرباح تشغيلية. في خروج كثير من المضاربين، وهو الوقود الرئيسي للسوق هو يعتبر يعني عدد من المضاربين. أعتقد الآن بدأ إجماع قوي لخروجهم من السوق، لأن الوضع الآن يعني بشكل عام المحيط بالأسواق الخليجية والأسواق العالمية يعني في تحفظ، في تخوف يعني. وقد تكون المضاربات القوية التي شهدها السوق خلال الأشهر الماضية من الأسباب وراء ارتفاع معدلات سيولة التداول اليومية إلى ما فوق 50 و60 مليون دينار، لكن حتى المضاربين الكبار لم يعد لهم وجود وسط تبريرات تعيد اختفائهم إلى انعدام المحفزات أو الخوف من الأزمات السياسية المحتملة أو تجديد قبضة الرقابة. يمكن أحد الأسباب انخفاض السيولة غياب المحفزات لسوق الكويت أوراق المالية، ويمكن أيضا لاحظنا من قبل فترة، من قبل شهر أو أسبوعين، بداية تأزيم سياسي. يمكن هذا الشيء أدى إلى التريث من قبل المضاربين والمستثمرين. الشيء الآخر، الدور الرقابي الأكثر من قبل هيئة أسواق المال على المتداولين وعلى المضاربين. هناك ممكن يكون الدور الرقابي الشديد لهيئة أسواق المال، التحقيقات اللي سمعناها، عدد القضايا المحول عدد مهول بالنسبة من هيئة أسواق المال إلى نيابة الأموال العامة، هناك شك في أمور كثيرة، وهناك ممكن يكون تجربة جديدة على هيئة أسواق المال وعلى نوع من التعامل. إنما يجب أن نعلم بالنهاية أن ما دام هناك أسواق أموال وهناك سوق أسهم وهناك متعاملين في السوق، يابد أن يكون هناك ثغرات يستطيع أن يجدها المتعاملين، ولابد أن يكون هناك حتى قوانين لا تستطيع أن تقوم الأمور بشكل حاد. وهناك ما يسمى برهان نهاية العام على الأسهم التشغيلية الموزعة بين المصارف وبعض الأسهم الخدمية والمجاميع الكبيرة، ذلك على الرغم من بعض التشكك تجاه أسعارها وحجم توزيعاتها في ظل استمرار تجنيب المخصصات وضعف بيئة الأعمال وقلة المشروعات التي تستفيد منها. أسامة رشيد، CNBC عربية، الكويت.